إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم مع تركيب شبكة ري هنتر رزاز رشاش رزاز. والشبكة اللي هنعملها دي صغيرة جدا، عبارة عن محبسين، وكل محبس واحد فيهم فيه 4 رشاشات والتاني فيه 5 رشاشات. ولو عايز احط يعني عندي مساحة صغيرة وعايز احط رشاش او 2 او 3، يعني ممكن نعمل الحكاية دي بأصغر شبكة ري، ممكن نعملها على رشاش واحد، محبس ورشاش. النهاردة هنعمل 9 رشاشات. الأرض اللي احنا هنعملها متقسمة لجزئين، الجزء ده اللي حضراتكم شايفينه هنحط فيه 4 رشاشات. المساحة بتاعة الأرض حوالي 20 متر، والمساحة دي الجزء تاني حوالي 35 متر. فهنحط هنا 5، وفي الأولانية هنحط 4 رشاشات. هنشوف مع بعض حضراتكم نبتدي بإيه. أول حاجة هنعملها هناخد من المخرج العمومي، زي ما حضراتكم شايفين كده الخضرة دي العمومي بتاعنا، هناخد منها محبس وبعدين نركب في المحبس الماسورة. اللي في إيده ده حضراتكم نبل، النبل ده عبارة عن سن من ناحيتين، والته في سن داخلي. فهنركب النبل وبعدين نركب المحبس، المحبس ده بوصة بسن داخلي، وبعد ما نركب المحبس هنركب الماسورة بتاعتنا. نأكد على المحبس نربطه كويس عشان ما يجيبش مية، زي ما حضراتكم شايفين كده هيركب الماسورة. اللي بيلف عليها التفلون دي اسمها ادابتور، 32 على بوصة. خلاص هو ركب المحبس. الناحية التانية من الماسورة هنطببها، اللي شايفينها حضراتكم دي طبة بنلزقها بكله علشان يبقى احنا كده قفلنا الخط. هيركب المحبس التاني نفس الحكاية، المحبس ده بوصة سن داخلي، والناحية التانية اللي ماسك الماسورة في أولها كده اسمه أدابتور، نلف كويس علشان ما يسربش مية. المحابس دي مش عايزة تكون في الشمس مباشر، يعني هنشوف حضراتكم في الآخر بعد ما بيخلص شغل هيغطيها بغرفة. ركبنا الماسورة، بعد ما بنركب الماسورة اللي في إيده دي اسمها باريزة، جزء هي مقسومة جزئين، جزء بيتركب فوق وجزء بيتركب تحت. الجزء اللي فوق بيبقى فيه كاوتشة، والجزء اللي تحت بيبقى فيه مسامير. بعد كده هيربط باللقمة، وبعد ما يربط باللقمة هيحط كل الركبات، ماسورة فيها 4 وماسورة فيها 5. بعد كده هيجيب حضراتكم شنيور ويخرم. البنطة اللي معاه دي بنطة خشب مقاسها 12. هنا حضراتكم بيخرم بالشنيور. طب لو مفيش شنيور هنجيب مفك زي اللي جنبه ده حضراتكم، ونسخن المفك ونخرم بالمفك السخن، بس واحدة واحدة برضو علشان المفك ما ينزلش في الماسورة من تحت. بعد كده بيجيب الكعان، الكوع ده اسمه كوع نص بوصة على 16، السن نص بوصة والناحية التانية 16 عشان هيركب فيها خرطوم، برضو خرطوم 16. هيحط على الكعان تفلون، وبعد كده هيجيب الكوع ويركبه في البريزة او في الركاب ويأكد عليها، ويشوف الاتجاه هو الرشاش هيكون جاي من انهي اتجاه، ويخلي اتجاه الكوع ناحية الرشاش. هنا هيحط 2 جنب بعض لان الرشاشين هيكونوا قصاد بعض، واحد بيبص ناحية اليمين والتاني بيبص ناحية الشمال، بيأكد عليها عشان ما تسربش مية. بعد كده هيركب الخرطوم في الكوع اللي حطه، ويجيب إفيز، الإفيز ده الأفضل يكون بلاستيك،
وفي نوع كويس، النوع اللي معاه ده مش كويس قوي، ولكن في نوع احسن منه اسمه إفيز بلاستيك اسباني. اسباني انضف نوع، وسهل، سهل في التركيب وسهل ان انا احله. بعد ما خد من الركاب خرطوم هيوصل مكان الرشاش، الرشاش هيتحط هنا، فهيركب في الناحية التانية الرشاش. الرشاش ده هنتر رزاز مقاس 17 زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما ركب الرشاش في الخرطوم هيظبط الرشاش هنا ناحية اليمين ثابت زي الرشاش الهنتر، لو شفتوا فيديو لضبط الرشاش الهنتر ناحية اليمين ثابت، فهيظبط ناحية اليمين. الجزء اللي طالع من الرشاش ده، الحتة الكبيرة دي اللي هو كان ماسكها من شوية دي، بنلفها لو انا عايز اجيبه يمين او شمال، وبعدين نثبت من ناحية اليمين ونبتدي نحرك الرشاش من فوق، نقفله او نفتحه، نفتحه ناحية الشمال ونقفله ناحية اليمين. وبكده تمت حضراتكم شبكة ري كاملة بس صغيرة. زي ما حضراتكم شايفين اللون الغامق ده لون المية. هنا حطينا 5 رشاشات، وفي الناحية التانية حطينا 4 رشاشات. زي ما حضراتكم شفتم الموضوع سهل ان شاء الله، وان شاء الله تستنونا في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.